هتيجي بقى نمضي العقود يا شيخ ولا ايه وديع؟ مات يلا بقى يا شيخنا. مانع الخير كلمه بميت عد. مانع ايه؟ هو اسمه مانع الخير؟ وده هنشوف من وراه خير ازاي يا وديع. والدي الله يرحمه سماني مانع الخير يوم جيت الدنيا، والله كان يوم مشهود يا تهامي. اكيد سماك كده عشان ما تتحسدش. لا وتلاقي الوالد شاف الخير كله على ايديه. لا ابدا. يوم ولادتي ماتت الوالدة. يا خبر اسود. مسكينة، الف رحمة ونور عليها. حجمي وانا طفل كان كبير وايد، الوالدة وهي جالها نزيف عاد، فصيلة دمها كانت نادرة، مفيش منها غير فصيلة دم الوالد. طب والوالد ما أسعفهاش ليه يا شيخ؟ والوالد كان في إيش ولا إيش يا وديع؟ الله يرحمه كان ويل ويلين. يومها جاله خبر غرق السفينة اللي حاملة بضاعة الموسم، غير ماسك كهربائي اللي حرق المخازن كلها وخلاها حطب. يا سبحان الله، ده في نفس اليوم؟ اي أيوة والله. مسكين جدته اتحرقت، اشهر افلاسه ومات. سبحان الله، فرفشنا بقى فرفشنا، خلينا ننسى الماضي. يا خوفي من المستقبل. ننسى. ليه عندك رجاء يا الحبيب؟ أؤمر. نبي نسهر معاك سهرة حلوة من سهراتك الفنية مع نجمات السينما والفيديو. دنيا سنية، لو منية منية. يا سبحان الله. معقولة السايح النايح ده تهام يا زوزة؟ ايه ده، فين ده يا بيه؟ اهو حبيب عين امه يوم ما اتولد. يا بنت يا الهام، كنا في حفلة عبد الحليم حافظ، عبد الحليم قال كبر من هنا وانا رحت ظلتها على المسرح من هنا. اتاريه طلع فنان يا زوزة. ايه ده، هو تهامي دخل معتقل؟ يا ساتر يا رب. اهو يا بنت، ده كان ابوه بذاكر له الانجليزي، اصله كان حنين عليه قوي الله يرحمه. هنا بقى مؤكد لما خلص الكلية. ايه ده، فين ده؟ اهو ده في جنازة ابوه الله يرحمك يا بيبي. يا بنت ايه سلك المواعين اللي انا بسرح فيه ده؟ بقول لك ايه، هتغلطي تاني هقوم امشي. تعالي تعالي يا بنت، يا المذة مننا حلتها ايه غير حاجتين، خلقتها وعودها. تعمل ايه يا موكوسة عودي؟ ودول بقى على حسب الواحدة مننا ما تكفيهم، في كسوة تجيب وزير وكسوة تجيب غفير. تعرفي يا بنت يا إلهام، بجد نفسي اشوفك متشعبطة في ايد واحد كده، مدير وزير منتج سيمة. منتج سيمة؟ انت معايا ولا ايه؟ ايه؟ والله شكلك كده هتلبسني في شجرة. بس بقى يا عم الزناني يا كيميا، دي حيالله قضية قتل أخلصها لك بالموبايل. دي ضرايب. دي حيالله قضية ضرايب أخلصها لك بنفس الموبايل. لا والله. يا ابني أنا أمام محمدين القضاة بيخافوا يواجهوه فيس تو فيس. طب أنا راضي ذمتك، أنت بقضاياك وموبايلاتك عمرك وقفت قدام قاضي؟ أمال أنا بقول إيه بالصبح؟ بيخافوا يواجهوني فيس تو فيس. أنت عبيط ولا إيه يا ابني؟ ميرسي، ميرسي يا توتو. هي دي اللي كان نفسي فيها من زمان بجد. بيبي. ايه يا حبيبتي؟ في حاجه بس مكسوفه. حبيبه قلبي ما تتكسفيش من حاجه ابدا، اي حاجه نفسك فيها اعمليها على طول. او مغطي العربيه. مامي محتاجه عمليه زرع كبد. زرع كبد ازاي يعني؟ كبد يا توتو، كبد. وبعدين مش هتتكلف كتير، نص مليون بس. ده رأيها مونيا، أنا مش لسه زرع لها المرارة بمئة ألف، وبعد أسبوعين شلتها لها بتلاتين ألف، يعني كده مخسراني فيها سبعين ألف. ينفع اللي بتعمله أمك ده يا مونيا؟ دي مامي يا توتو. طب يلا يا أختي يلا. وديع وأسرى يا بنات. أوه وديع، أنت فين يا وديع؟ وحشتني. لا فتيات ليه، الفتيات ليه بجد يعني. تعالى يا كوتش عايزك. يا
ياريت ترضى. اهدى يا وحش، الليلة سهرة تقيلة، بص عازم ضيف تقيل، ما وصكيش، يتظبط آخر حاجة. يتظبط، احنا بقى سهرتنا التقيلة امتى؟ اتقل خفيف. ده ايه الجو التقيل اللي هجم فجأة ده؟ بتطلع في التلفزيون بالظبط بلحمها ولحمها. شفت بقى منى يا ستي كل أمورة ازاي؟ ولسه لما تاخدوا على بعض هتجيلك. هتجيلي ايه؟ مالطة دي جايه شاكوزي مش جايه بتعيله ماما. السكر يا ماما. وانا بقول توتو طالع دمه خفيف لمين؟ ده حتى شبهك خالص. وانت بقى طالع شبه مين؟ شبه ابوكي ولا حد من اصحابه؟ ست منيا لو سمحتي، هو مفيش اي اعمال جديده كده في السينما؟ وحضرتك بلبوسه كده زي ما انتي مع احمد حلمي، احمد عز، احمد مكي، اي احمد تستلطفيه؟ اخرفي بدل رغيك دوت. بصي اتعلمي منها حاجه يا بنت الموكوشه. اتعلم منها ايه غير ان انا اقلع هدومي كلها؟ ماما طب اقوم انا علشان عندي شغل. شغل؟ هو فعلا شغل. ودي تهامي توصلها لحد العربيه وتنك راجعلي. عايزك في موضوع، فاهم يا توتو؟ اه يا ماما. سلام يا روح امك. يا خساره ما لحقتش اخد نمره الموبايل بتاعها. نمروكي في نار جهنم انت وهي والجلاب اللي انا مخلفاه. يا ماما انتوا ما تستوريش معايا في حاجه ابدا، ينفع كده؟ عندك حق، ما ينفعش. كان المفروض اطلب لها بليس الادب يلمها بالمايول عليها ده. هي دي اللي هتربي لك عيالك يا قفص. ده يا دوب تربي ضوافرها، هتفضل طول عمرك وسخ.